بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب صغرى، شرح صغرى الصغرى، يعني العقيدة المسماة بصغرى الصغرى وشرحها للإمام السنوسي أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رضي الله تعالى عنه. أولا، هو الإمام الشريف السيد أبي عبد الله محمد السنوسي، ولادته سنة 832 هجرية، والوفاة 895، يعني هو من علماء أي قرن؟ القرن التاسع الهجري، يعني قبل مين الشيخ صاحب ليه الجوهر؟ الجوهرة من كام؟ ألف وكام؟ 1050. يعني الإمام السنوسي متقدم على مين؟ على الإمام اللطاني محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي التلمساني الحسني، اسمه كده محمد بن يوسف. الولادة 832، الوفاة 895. بالعاش كم سنة؟ 62. ثلاثة وستين، كويس. يعني بعمر مين؟ مين يصلي الرسول؟ الميلادية 1428، 1490 إذا احتجتها. محمد بن يوسف بن عمر ابن شعيب السنوسي الحسني كان محدثا ومتكلما ومنطقيا ومقرئا، وجمعت أحواله وسيرته وفوائده في كتاب اسمه المواهب القدسية في المناقب السنوسية لأحد تلاميذه، له في العلوم الظاهرة أوفر نصيب، جمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب، يعني خذ الفرد وخذ الايه وارث بالفرد وبالتعصيب. لا يتحدث في فن إلا ظن سامعه أنه لا يحسن غيره، سيما التوحيد والمعقول. وأيضا له في علم الإيه؟ علوم الباطن، وزاد على العلماء في معرفة حل الإيه؟ المشكلات الكلامية، وجمع بين علم الظاهر وبين علم الإيه؟ الباطن. وكان رجلا صالحا زاهدا، كان حليما كثير الصبر، يعني هذه أخلاقه، جانب من خلقه. كان حليما كثير الصبر، ربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه بل ويبتسم، وهذا شأنه في كل ما يغضبه ولا يلقي له بالا بوجه. وكان لا يحقد على أحد ولا يعبس في وجه أحد، يفاتح من تكلم في عرضه بكلام طيب. وكان يقول ينبغي على الإنسان أن يمشي برفق وينظر أمامه لئلا يقتل دابة في الأرض، وإذا رأى من يضرب دابة ضربا عنيفا تغير وجهه وقال لضاربها ارفق ارفق يا مبارك، يعني ينهاه بكلمة يقولوش يعني يا كذا بالشتم، يعني يقول له يا مبارك. وكان ينهى المؤدبين، يعني المعلمين زمان في الكتاتيب كانوا يقولون للشيخ اللي يحفظ القرآن يسموه المؤدب،
ليه؟ لأنه كان الأدب هو الإيه؟ الغاية، هو المقصود من تحصيلهم العلوم. فكانوا يسموا المعلمين يسموهم إيه؟ المؤدبين. كان ينهى المؤدبين عن ضرب الصبيان، يعني لو واحد ضرب واحد صبي على حفظ القرآن كان ينهى. وبعضهم قال إن الصبي لا يضرب على القرآن إلا ثلاثا بس فقط، أن سيدنا جبريل أخذها ذلك، ذكر إمام الزرقان في المواهب اللدنية في السيرة النبوية، لما جاء سيدنا جبريل عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما أنا بقارئ، كم مرة؟ قال فغطني، في رواية فغتني، يعني جذبه من ثيابي. كم مرة؟ وفي الثالث في كل مرة كان يرسله ثم يجذبه، ثم قال اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي، ونزلت الآية. قالوا يؤخذ من هذا أن الصبي لا يضرب على القرآن إلا ثلاثا، ما يزيدش عن كده. أما هو فكان ينهى عن الضرب مطلقا، وكان يقول لله تعالى مئة رحمة لا مطمع فيها إلا لمن اتسم برحمة جميع الخلق وأشفق عليهم. يعني يقول لك لله تعالى من جاء في الحديث له مئة رحمة أنزل منها أو جعل منها في الدنيا جزء واحد يتراحم به له، والتسعة وتسعين ادخرها ليرحم بها الخلق في الآخرة. فلا مطمع فيها، يعني في أحد أجزاء هذه الرحمة، إلا لمن اتسم برحمة جميع الخلق. لذلك كانوا دائما أهل العلم أن يفتتحوا مجالسهم كانوا يفتتحوها بحديث مسلسل بليه بالأولية، الراحمون يرحمهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وفي رواية يرحمكم من في السماء. لما مرض رضي الله عنه في آخر حياته أحس بمرض، فانقطع عن المسجد ولازم فراشه حتى مات، ومرض 10 أيام. ولما احتضر لقنه ابن أخيه مرة بعد مرة، فالتفت إليه وقال له وهل ثم غيرها، يعني في شيء تاني. وقالت له بنته تمشي وتتركني، يعني ترحل عن الدنيا وتتركني. فقال لها الجنة مجمعنا قريبا إن شاء الله، يعني قال لها حنجتمع فين. وكان يقول عند موته الدعاء اللي كان يلازمه عند موته، نسأله سبحانه وتعالى. شوف كل واحد تغلب عليه صنعته أو يعني مهنته أو حاله. كان يقول عند موتي نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها. شوف الدعاء اللي كان يقول، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها. مش عاوز النطق ولكن عاوز معاه العلم. توفي يوم الأحد 18 جمادى الآخرة عام 95 و800. فلما خرجت روحه شم الناس رائحة المسك، شموا رائحة المسك. له تصانيف كثيرة، منها العقيدة الكبرى المسمى عمدة أهل التحقيق، عمدة أهل التوفيق والتسديد، وعليها حواشي كثيرة اللي هي العقيدة الكبرى دي. عليها حاشية مشهورة اسمها حاشية اليوسي، وحاشية للشيخ محمد عريش،
حاشية للشيخ جسوس الفاسي المغربي، وله عقيدة أهل التوحيد الصغرى اللي اسمها هي الصغرى أم البراهيم، ده مطبوعة ومشهورة ومعروفة. وله أيضا كتاب توحيد أهل العرفان ومعرفة رسوله والبرهان، وله أيضا الجمل أو المرشدة أو السنوسية الوسطى، يعني في إيه العقيدة الوسطى، وله شرح المنظومة الجزائرية أو العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد، وله مقدمة في الفلسفة، وله كتب في إيه المنطق وفي الطب وفي الحقائق، وله أيضا شرح كتاب إيساغوجي، وله كتب كثيرة في شرح أسماء الله الحسنى، وله أيضا شرح على صحيح الإمام البخاري غير أنه لم يتم، كتب كثيرة تصل يمكن إلى أكثر من 30 كتابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أول ما بدأ العقيدة المسمى به صغرى الصغرى، متن يعني بسيط ورقة ورقتين، إنما الشروح بحسب التوفيق والمدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وهدانا بنبيه ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، فبين للناس معرفة مولانا العظيم على وجه التمام، وبلغ لهم عن الله، يعني مراد على وجه التمام يعني التمام الذي يطيقونه أو تصل إليه عقولهم، لأن المعرفة الكاملة التامة على الحقيقة أو الكون لا تكون لأحد من الخلق، فلا يعرف الله تعالى على الكون أو على الحقيقة إلا الله. أما ما يكشف لبعض الأولياء والمقربين فلا يمكن التعبير عنه أو الوصف، إنما هو أمر ذوقي لا تحتمله العبارات. وبلغ لهم عن الله تعالى الحلال والحرام وسائر الأحكام، وخص صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك بجوامع الكلام وتيسير المعاني للإعلام والإفهام. وبعد فهذه فقد وضعت جملة مختصرة فيما يجب على المكلف اعتقاده في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، على وجه يخرج به المكلف من ظلمات الجهل والتقليد، فأردت أن أتبعها بشرح مختصر يكشف عن معانيها كل لبس وتعقيد. والله تعالى أسأل أن ينفع به، إنه ولي التوفيق والتسديد. الحمد لله، أول كلمة بدأ بها الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بدأ بالحمد ابتداء بالكتاب العزيز وامتثالا لما رغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الكتاب العزيز بدأ بالحمد ولا بدأ بالبسملة؟ كلاهما مبدوء به، لكن الابتداء إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون إضافي، فلو قلنا بالبسملة يحمل على الابتداء الحقيقي، ولو قلنا بالحمدلة على الابتداء الإضافي. وامتثالا لما رغب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله، بالحمد لله، لا بالحمد على سبيل الحكاية، فلما تبدأ يقول الحمد، فالباء هنا داخل على كلمة محذوفة، يعني بقولك الحمد لله.
فهو أبتر ويروى أجدم ويروى أقطع. وهذه الروايات موجودة، يعني مثلا هذه الرواية اللي معانا دي أخرجها الإمام أبو داود في كتاب الأدب بلفظ إيه أجدم، بلفظ إيه أجدم. وابن ماجه في كتاب النكاح باب خطبة النكاح بلفظ أقطع، وفي رواية أخرى بلفظ إيه في مسند الإمام أحمد بلفظ إيه أبتر، والكل بمعنى إيه معنى واحد، إنه البتر وأجدم وأقطع كلها بمعنى إيه بمعنى واحد، وكلها على طريق التشبيه البليغ للأبتر والأجدم والأقطع في العيب المنفر وعدم التمام. ومعنى الحمد لغة يعني يقول لك كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله بحسب الرواية فهو أبتر أو أقطع أو أجدم، يعني ناقص أو قليل البركة أو أنه لا يتم وإن كان في الظاهر إيه تاما ولكنه قليل النفع ومنقطع. واضح؟ ومعنى الحمد لغة المدح بكل كمال لله تعالى، لأن الكمال إما قديم فهو وصفه وإما حادث فهو فعله، بل كل إذن له تبارك وتعالى. يعني الكمال إذا كان قديم فهو إيه صفة، وإذا كان حادث فهو إيه فعل. يبقى له تعالى الكمال المطلق. إيه معنى الكمال المطلق؟ يعني القديم والحادث، لأن القديم فعله لا وصفه والحادث فعله. فالكل إذن له تبارك وتعالى، فلا يستحق المدح إذن على الحقيقة سواه. يعني في الحقيقة المدح والحمد والشكر لله تعالى، أنه إذا كان لغير الله فإنه لا بد أن ينصرف إلى الله، لازم ينصرف إليه. وحكم هذا الحمد الوجوب مرة في العمر كالحج. يعني يجب عليك أن تحمد الله تعالى أقل شيء مرة واحدة في العمر، فإذا لم تفعل كنت من الإيه من الآثمين. لكن هذا غير متصور، لأنه أنت يعني فيش مسلم لا يصلي، وكل صلاة بيقول إيه سواء كان فرض أو إيه، فلا يتصور أنه في واحد مسلم لا تجري على لسانه أو لا يحمد الله تعالى ولو مرة في الإيه في العمر. زي إيه في أشياء تفرض في العمر مرة، في أشياء مثلا في السنة مرة، في أشياء في الأسبوع مرة، في أشياء كل يوم، يعني الصلاة كل يوم مش كده، والجمعة في الأسبوع، والحج في السنة، الحج في العمر، العمر كله، الصيام مثلا في السنة مرة واحدة. فهنا الحمد زي إيه زي الحج، يعني مش في السنة، في العمر كله مرة إيه مرة واحدة. كالحج وكلمتي الشهادة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. طب كلمتي الشهادة احنا بنصلي بنقول في التشهد ايه؟ قالوا المراد بالوجوب يعني مرة واحدة في العمر في غير الصلاة. لو كان يكتفى بالوجوب لو في الصلاة خلاص ما فيش داعي يقول لك مرة واحدة، اذا كان كل يوم، لانه في الفرض واجبة. خلاف الحمد. ومعنى هذا ايه المراد به في غير ايه في غير الصلاة. رب العالمين، اصل التربية نقل الشيء من امر الى امر حتى يصل الى غاية ارادها المربي. ولم يتوسع في المباحث بتاعة الحمد والفرق بين الشكر والحمد والمدح، لان ده في ايه تركه للمطولات، لأن هذه عقيدة إيه مختصرة، فجاب لك إيه المختصر المفيد. رب العالمين، أصل التربية كلمة رب أو يربي أو المربي، إيه معنى أصل التربية؟ فضل. أصل التربية نقل الشيء من أمر إلى أمر حتى يصل إلى غاية أرادها المربي. يعني كلمة تربية
دي هنا جاب لك أصل التربية. عارف الأصل في التربية هو علم التوحيد الأصل. ليه؟ لأن المقصود من التربية أن الارتفاع بالإيه؟ بالمربى. ومن تربيته إلى غاية تليق به بحيث ترفع من مواهبه وكمالات وجوده بأن تساعده على اكتساب صفات كمالية هو أهل له. فلما كان الله تبارك وتعالى خالقا للبشر كان عالما بما يليق به بتربيتهم وتحسين أحوالهم، فهو سبحانه وتعالى القادر على ذلك وحده. ألا يعلم من خلق وهو إيه؟ وهو اللطيف الخبير. ولذلك وضع لنا نظاما تربويا عجيبا، فكان واجبا على البشر الانقياد واتباع هذا النظام في أحكامه تعالى وفي شرائعه، لأن الهدف من هذه الشرائع والأحكام إنما هو السعي، السعي بالبشر نحو الكمال، الكمال البشري. يعني ما يمكن أن يصل إليه البشر من الكمالات. واحد فيكم يعرف الدين، الدين تعرفه وضع إلهي سائر ذوي العقول بإرشادهم إلى صلاحه، أو ما هو المحمود هنا ما يحمل، وما يتصف الإنسان به من صفات الكمال. لأجل هذا ربنا سبحانه وتعالى عبر بالإخراج من الظلمات إلى النور. يعني فائدة إنزال الشرائع تهذيب الناس وتربية الخلق نحو مراتب الكمال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم؟ هذا التربية المثالية، التربية العالية. فالأصل في التربية أن تطلق على هذا المعنى. طب لماذا أسندت التربية إلى الله تعالى بأنه رب العالمين؟ لأنه مالك لكل شيء، ولا يصلح الشيء إصلاحا عاليا أو إصلاحا يعني لا يفوقه إصلاح إلا إذا كان مالكا. يعني مثلا لو أنت ساكن في بيت بالإيجار، مش هتصلح المكان وهتنظمه زي ما تكون أنت مالك. كذا كذا هتروح تسيبه وهتقعد تعمر في مالك. ويقول الناس إنما لما يكون حاجة ملكك تعمل تبذل فيها أكمل شيء تستطيعه. فلما كان ذلك فالحمد لله رب العالمين مالك، رب العالمين مالك، الرحمن الرحيم مالك، فجاب مالك يوم الدين، فبين لك أن مالك الشيء هو الذي يصلحه وهو الذي يقومه. فلأجل هذا أطلق اسم المربي على المالك والمصلح. ولذلك بيقول كده في اللغة، يقول لك غالبا، لأنه ليس كل مالك يفعل ذلك دائما. يعني كلمة رب ذي تطلق عليه لها معاني، تطلق على المالك وتطلق على المصلح وتطلق أيضا على الصاحب كده. قال إنه ربي، ربي أحسن مثواي، صاحب الدار أو صاحب البيت، وقال ربه رب الدار. فرب الشيء يعني مالكه ومصلحه. ولما كان المالك غالبا، لأنه ليس كل مالك يهتم بهذا الأمر، فكان الاستعمال استعمال أغلبي، وليس استعمال وليست هي كلية. الحمد لله رب. فهذا هو أصل معنى التربية، لأن الله تعالى يعلم أحوال خلقه ويعلم ما يصلحه، فلا يمكن أن يكون لهم مربي غير مين؟
غير خالقهم ومالكهم وسيدهم. الحمد لله رب العالمين. والعالمين جمع سلامة للعالم على غير قياس، يعني هو جمع مذكر سالم على غير قياس، لأنه ده من الملحقات، هو زي أهلون عليون السمون إلى آخره، عليون يعني ليس على ليس على القياس. والمراد هنا في علم التوحيد لما تسمع كلمة العالم فتح اللام كده، لأنه علامة، علامة يعني هو مأخوذ من الايه، من العلم ولا من العلامة، علامة على وجود يعني دليل على وجود خالقه، يبقى مأخوذ من الايه، من العلامة. فالعالم في الاصطلاح هنا معناه ايه، كل موجود سوى الله تبارك وتعالى اسمه ايه، العالم، كل موجود، ولا يقال بحسب ايه، في استعمال عام وفي استعمال خاص. الاستعمال الخاص زي ما احنا نقول مثلا عالم الطير، عالم الجن، عالم الملائكة، يعني جعلناه عوالم متعددة. ولكن في استعمال علماء التوحيد يطلقون كلمة العالم على كل شيء موجود سوى الله. إن العالم هو ايه، كل ما سوى الله بالاستعمال العام. أما الخاص حتى الناس الآن توسعت، يقول لك عالم الصحافة، عالم الانترنت، عالم الديمقراطية، عالم مش عارف ايه، عالم الخيال، عالم الجهل، أوال عالم السياسة. إنما هي الاستعمال معناه ايه، كل ايه ما سوى الله. فإذا جمعت جمع سلامة يبقى المراد بها الايه، العقلاء. وإذا جمعت جمع كده عوالم مثلا، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه هنا ايه، المراد بها كل ايه موجود سوى الله تبارك وتعالى، يعني سوى ذات الله تعالى وصفاته، يعني الآخرة من جملة العالم. بعض الناس يظن ان العالم ده يعني الدنيا فقط، لا، ما سوى الله، يعني الجنة من العالم، والنار من العالم، والعرش من العالم، والكرسي من العالم، كل ما سوى الله تعالى هو ايه، هو العالم. مش ليس المراد ان العالم هو الدنيا، العالم هو كل ايه، يعني انت بيقول يعني معناها كل مخلوق، لان العرش نفسه مخلوقه، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم، فطالما هو مربوب فهو ايه، فهو مخلوق العالمين. والعالمين جمع سلامة للعالم على غير قياس. والعالم في اللغة كل نوع أو جنس فيه علامة يمتاز بها عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة. ده تعريف فين؟ في اللغة، يعني كل مجموعة من الموجودات يطلق عليها عالم، بس بشرط تكون مشتركة في بعض الايه، مشتركة في بعض الصفات، يعني لها جنس واحد، يعني كل جنس عالم واحد، عالم الجماد من الجنس، عالم الإنسان، عالم الطير، كل ما هو جنس تحت ايه أنواع يبقى اسمه ايه، عالم. فيقال في الأنواع عالم الإنسان وعالم الطير وعالم الخير. ده أنواع، ده لو قال عالم الحيوان، عالم الأجسام، ده ايه، ده أجناس، يعني إما أن تكون أجناس وإما أن تكون ايه، أنواع. ويقال في الأجناس عالم الحيوان وعالم الأجسام وعالم الناميات. ويحتمل أن تكون المناسبة في تسمية النوع والجنس بالعالم أن لهما من الفصول والخواص ما يعلمان به، ونقله المتكلمون إلى كل حال. ونقله المتكلمون، يعني المتكلمون نقلوا هذا المعنى اللغوي إلى كل حادث. هي معنى كل حادث، يعني كل موجود بعد عدم، نحن نشرع كلمة حادث، يعني كل ما سبق وجوده بعدم،
طبعا ما هو الذي سبق وجوده بعدم؟ كل ايه ما سوى الله ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا صحه اطلاق اسم العالم عليه من هذا الوجه، على ايه؟ على الحادث، يعني على كل موجود سوى الله تعالى. يعني الاصل في اللغه انه جنس او نوع له علامه يمتاز بها عن سائر الانواع والاجناس، يعني كل جنس له ما يعلم به عن الجنس الاخر، وكذلك كل نوع. هذا هو الاستعمال اللغوي، ولكن المتكلمين نقلوه من هذا الاستعمال الى كل إيه؟ الى كل حادث، يعني الى كل موجود سبق وجوده بعدم. ويحتمل ان تكون، ونقله المتكلمون الى كل حادث، والمناسب هي معنى حادث، يعني كل موجود سبق وجوده بعدم، او معنى ليه الحادث موجود قبل ان يوجد كان ايه؟ كان معدوم. حدوثه زي ما قال الشيخ الدرد، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالكذب. والمناسبة في هذه التسمية أن كل حادث فيه علامة تميزه عن موجبه المولى القديم حتى لا يلتبس به أصلا. يعني هنا في مناسبة لنقل هذا الاسم إلى كل حادث في مناسبة. احنا قلنا بالأصل انه هو عبارة عن جنس يعلم او له علامة تميزه عن جنس آخر او نوع له علامة تفصله او تفرقه عن النوع الآخر. فلما نقله المتكلمون اصبح جمع الأنواع كلها والأجناس كلها، فما الذي يكون علامة عليه؟ الأول كان مثلا جنس الحيوان له علامة يعلم بها أو تميزه عن جنس النبات، إنما لما نقلوه إلى هذا المعنى العام الذي شمل كل موجود فأين هي العلامة؟ أصبحت العلامة هنا التي تميزه عن موجبه القديم، يبقى معناها عالم، يعني معناها شيء يعلم به القديم عن الايه او الحادث من الايه من القديم، يعني هو الفاخر، يعني معناها نعرف اوصاف مولانا تبارك وتعالى من هذا العالم، يعني العالم حادث ومولانا تبارك وتعالى قديم، العالم فيه جواهر واعراض واجسام، الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا ايه ولا جوهر، العالم فيه أزمنة وأمكنة، فالله تعالى ليس له زمان، وهكذا هو علامة الفارقة التي تميز ايه الوجود القديم عن الوجود ايه الحادث، حتى لا يلتبس به أصلا. ايه معنى لا يلتبس به؟ لا يلتبس الحادث القديم. ولهذا رد مولانا جل وعلا على الضالين الذين جعلوا لهم شركاء من الحوادث، فقال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم، اي اذكروا اوصافهم حتى ينظر فيها ما يصلح للالوهيه ام لا. يعني قل سموهم، يعني اذكروهم باسمائهم واوصافهم حتى ينظر فيها. هل تكون علامة على أنهم آلهة أو لا؟ يعني ما هي أوصافهم؟ لا شك أن أعظم صفة تعمهم هي الحدود. يبقى إذن هؤلاء ليسوا آلهة، لأنهم فيهم صفة الحدود. ويحتمل أن تكون المناسبة أن كل حادث يحصل العلم للناظر فيه لما يجب للمولى العظيم من علي الصفات
ويحتمل أن تكون المناسبة أن كل حادث يحصل العلم للناظر فيه ما يجب للمولى. يحصل العلم الناظر فيه بما يجب، بما يجب، بما يجب للمولى العظيم من علي الصفات وتنزهه عن سمات المحدثات. ولهذا قال جل من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. والآيات في ذلك كثيرة. يعني الآية مثلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآية الأخرى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذه الآية وآيات كثيرة غيرها فيها إرشاد إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلك لكي يعرف المخلوق ربه، وهذا الطريق هو طريق النظر في العالم. يعني لماذا دعينا أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، أن نتأمل في اختلاف الليل والنهار إلى غير ذلك؟ ده طريق للتعرف على مين؟ على الخالق سبحانه. يعني ليس المقصود التعرف على العالم لأنه مشاهد، وإنما المقصود من خلال النظر في هذا العالم أن نتعرف على صفات مين؟ الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء بعض العارفين قال: اعرف نفسك تعرف ربك. يعني اعرف نفسك بالذل والافتقار تعرف نفسك بالغنى والعزة. اعرف نفسك بالعجز تعرف ربك بالقدرة. اعرف نفسك بالضعف تعرف نفسك ربك بالقوة. اعرف نفسك بالحدوث تعرف ربك بالقدر. يعني اذا النظرة في هذا العالم توصلك الى معرفة مين؟ الحق سبحانه وتعالى. يعني بحسب مناسبة الدلالة على الخالق من حيث افتقار هذا العالم اليه. فدلالة بعض الصفات الحاصلة في العالم على الافتقار كالحركة والتركب والتحيز. ولا يعقل الحركة من غير إيه؟ من غير متحرك. والحركة لازم تسبق بعدم ولازم يعقبها عدم، مش كده؟ يعني عدم فيها متجدد سابق وعدم لاحق. فتفنى الحركة ويعقبها سكون، والسكون تعقبه حركة، والليل نهار، مش كده؟ سيدنا إبراهيم لما استدل ماذا قال؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال. فالحركة لا تكون حركة دائمة، لازم تفنى بمجرد وجودها، لأنها لو بقيت لصارت سكونا. لو الحركة بقيت هتبقى سكون. فالحركة لازم تفنى وتنعدم بمجرد وجودها. والآيات في ذلك كثيرة. فالمناسبة الأولى في وضع اللغة والاصطلاح تقتضي أن العالم مأخوذ من العلامة، والمناسبة الثانية تقتضي أنه مأخوذ من العلم. يعني إما يكون بحسب المناسبة الأولى في وضع اللغة والاصطلاح أن العالم مأخوذ من العلامة، والمناسبة الثانية تقتضي أنه مأخوذ من العلم. وذكر هذا الوصف وهو رب العالمين بعد الحمد لله شبه البرهان بعد الدعوة. يعني مثلا جاب وصف لما حمد الله تعالى، ما حمده مثلا بأنه العلي العظيم أو الغفور الشكور أو المقتدر، إنما حمده بهذا الوصف وهو كونه رب العالمين. هذا الوصف بعد الحمد عبارة عن
شبه البرهان بعد الدعوة. يعني فين الدعوة وفين البرهان؟ برهان يعني دليل على شيء، كأنه هو ادعى شيء وأراد أن يقيم دليلا على ما ادعاه. فين الدعوة؟ يعني الدعوة عبارة أنه الحمد ده ثابت لله، أو الحمد ثابت لله. فين البرهان على ثبوت الحمد له؟ أنه رب العالمين. فيصير المعنى كده أن السبب الذي من أجله قلنا واعتقدنا أن الحمد مطلقا ثابت لله هو رب العالمين. فربوبية الله تعالى للعالمين توجب ثبوت الايه؟ ثبوت الحمد. يعني معناه هو المستحق للعبادة والطاعة، وهو الحاكم مطلقا، وهو الذي ثبتت له التربية بالمفهوم الشامل والإصلاح لجميع خلقه. وهذا المعنى منحصر فيه سبحانه وتعالى وحده، أو اسم شبه به البرهان بعد إيه؟ بعد الدعوة. يعني ادعى دعوة ثم أقام عليها الإيه؟ البرهان. لأنه لم يذكر برهان، شبه لما تيجي تحلل وتلقى برهان، لم يقل ده برهان، إنما قال شبيه بالبرهان، شبيه بالدليل، لأنه لم يقل كده صراحة، لأنه رب ما ذكره كبرهان، إنما ذكره كوصف. لأنه لما ادعى في الجملة الأولى أن كل كمال فهو لله تعالى وحده لا يمدح عليه في الحقيقة سواه، وقد عرفت أن الكمال إما قديم وإما حادث، أتى بما يدل على كلا الكمالين له تعالى، بمعنى أن الأول وصفه والثاني فعله. والثانية الأول وصفه والثانية فعله. بمعنى أن الأول وصفه والثانية فعله. أصل الفتحة لخفتها تظهر. والدليل على ذلك العوالم، لأنه قد قام البرهان القطعي على حدوثها من جهة تغيرها الذي آذنت به التربية، الذي آذنت به. خذ بالك، يعني لماذا قال رب العالمين؟ يعني من المحتاج إلى تربية؟ لازم يكون شيء متغير، لأنه التربية حتنقلك من وصف إلى وصف إلى وصف، ولا يصلح التربية إلا لما هو متغير، يعني للعالم. يعني معناها أنا بربيك ليه؟ عشان أنت إيه؟ تقبل التربية. طب لما تتربى إيه اللي هيحصل لك؟ حتنتقل من وصف إلى وصف. فهذا هو شأن مين؟ شأن الحادث، هو الذي يحتاج إلى تربية لأنه يقبل التغير. رب العالمين يعني بي رب الناس اللي عاوزة تتربى، اللي هي تقبل التربية، اللي هي من شأنها التغير. والدليل على ذلك العوالم، ولذلك بقول لك هنا لأنه قام البرهان القطع على حدوثها من جهة تغيرها الذي آذنت به التربية المأخوذة من لفظ رب. يعني كأنه لفظ رب أشعر أن ما يضاف إليه شيء يتغير، يعني المضاف إليه حيبقى متغير، واللي هو المضاف لازم يكون ثابت ما يتغيرش. فهو سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير، يبقى هو اللي ربينا ويغيرنا من حال إلى حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما يقول رب يبقى لازم الحاجة اللي تيجي بعد رب دي شيء يقبل الايه؟ التغير. وإلا ايه معنى التربية؟ نقل الشيء من أمر إلى أمر، أو من حال إلى حال. والدليل على ذلك العوالم، لأنه قد قام البرهان القطعي على حدوثها من جهة تغيرها الذي آذنت به التربية المأخوذة من لفظ رب، ومن جهة احتياجها إلى المخصص باختصاصها ببعض ما تقبله. قلنا كلمة رب تطلق على الله وتطلق على غير الله،
وإذا كانت بمعنى صاحب فلا تطلق على الإيه؟ على الله. ولذلك إيه؟ لم ترد في الأسماء الحسنى. يعني ما فيش في رب في الإيه؟ في الأسماء. ليه؟ لأن لها معنى موهم أنها تطلق على غير الإيه؟ على غير الله. فإذا أطلقت على الله بمعنى المالك والمصلح وليس بمعنى الإيه؟ الصاحب. ومن جهة احتياجها إلى المخصص. نعم. لازم يكون فيه مضاف. بس إذا خذ بالك إذا كان فيه مضاف كويس إن أنت فتحت لي. إنما إذا حليت بأل كذا الرب يبقى خلاص. فلا تنصرف إلا إلى الله إذا كان الرب. إنما إذا أضيفت يبقى هنا لازم إيه من القيد. إنما عند أن يذكر فيها ألف ولام الرب يبقى إيه معناها الله تعالى. للإهام. لا تقول ربي وانت بتتكلم بتتكلم لكنها تطلق على الله وتطلق على غير الله. وسيدنا يوسف يقول ايه؟ قال معاذ الله انه ربي. يقصد مين؟ الملك. مش الله تعالى. معناها تطلق على الله وتطلق على غير الله. واضح ان شاء الله. ومن جهة يعني انا لما اقول مثلا من رب الدار يعني من ايه؟ من صاحبها مش من خالقها. زي سيدنا علي رضي الله عنه كان يمشي في ايه؟ في جنازة. فواحد سأل الناس العوام فقال له ايه؟ من المتوفي؟ الرجل اللي ماشي في الجنازة ما يعرفش مين الميت. يقول له مين المتوفي؟ فسيدنا علي قال له الله. رجل اتخلع. هو المفروض يقول ايه؟ من المتوفى؟ مش المتوفي الله والمتوفى. فهو سيدنا علي ما عرفش ان رجل ما يفهمش في فقال له على المعنى ايه؟ انما انت الان لو سئلت ما تقولش كده لانه الناس اللي لقت لغه ايه العرف سادت فيه فلازم تكلم الناس بما يعرفون. لسه اللحم والجهل انتشر ايام سيدنا. ومن جهة احتياجها إلى المخصص في اختصاصها ببعض ما تقبله من مقدار وصفة وغيرهما. يعني معناها التغير ده من جهتين أو من جهات. من جهة التربية لأن التربية معناها نقل. ومن جهة احتياج يعني جهة التغير من جهة احتياجها إلى المخصص. ليه العوالم أو العالم يحتاج إلى مخصص؟ في اختصاصها ببعض ما تقبله من مقدار وصفة وغيرهما. عارفين ايه اللي هم الستة؟ الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات أزمنة أمكنة الجهاد لدى المقادير روى استقر. يعني معناها في تخصيص بمقدار دون مقدار ومكان دون مكان وجهة دون. فهذا لا بد أن يكون هناك مخصص. يعني ما الذي خصص هذا أن يكون شرق وهذا يكون غرب وتكون مصر مثلا في وسط أفريقيا؟ إيه اللي خص السودان تكون في جهة كذا أو في مكان كذا؟ يعني تخصيص بعضه دون بعض بمقدار أو بزمان أو بمكان يحتاج إلى إيه؟ مخصص. فهذا علامة على احتياجه إلى إيه؟ إلى موجد وإلى خالق. وقد أشعر أيضا بالاحتياج إلى المخصص الإتيان بالجمع في العالم. انتوا احفظوهم بالستة دول مهمين. فهم قولهم كده واحد. الستة عظيم الستة. وجود. عدم. كم؟ ثلاثة. والعدم. الوجود والعدم والصفة. ايوه. كم دول ثلاثة؟ كم دول ست؟ ست مش هيك ولا سبعة؟ أنا بتكلم الستة كام؟ ستة ولا سبعة؟ الوجود والعدم. الوجود والعدم كام؟ واحد. وجود أو عدم. بعدين صفة دون صفة. بعدين زمن مكان جهة مقدار. في حاجة ثانية؟
إذا عديت الوجود والعدم اثنين وحط لها ليه؟ الصفات حلقه سبع. الصفات دي تكمل البيت. إن المقادير أزمنة الأمكنة دي داخل الصفات. والحمد لله رب العالمين.